عربيتين ثلاثة. عايزين عربيتين ثلاثة يا حاج محمد. نعم. عايزين نطلع كده بإيه. شهرين بقى شهرين ثلاثة بقى بس مش مشكلة لما نطلع نجيب لك خروف هناك ونذبحه ونجيب هايك وبتاع ونقعد بقى نعمل كامبنج هناك بقى لها حفر بقى على دير كله خلص لأن السواقين بتاع الرمل دول تركيز في ده ما هو شوف شغلك وبعد كده يقع بس اللاند كروزر عدت لا هي عدت خلي بالك النازله مش سهله استاذ محمود حط الشيخ الزاويه وصاروخ السكاد عليه كوردينيت يروح ينزل مكانه خلاص ماشي ادل صورهم هما بيغرزوا بس بالظبط يا عم وديت الدليل بتاعك فين؟ يا جماعة هو قال حاجة صح إن هو يجيب لك المهربين يدخلوك هو ده الصح تلات عربيات ولا حاجة بألف في كل واحدة العربية ب 3000 وماله ده كلام معقول واحنا داخلين بقى نقول لهم اعملوا لنا كذا سووا لنا كذا نعلم المكان ده نعلم المكان ده كلام معقول انا اشك ان الرجوع تايه منه لا الرجوع كده بس هو تايه منه برضه تايه منه لا ما هيسيبها معاك اهي على ال هيسيبها معاك على الكون عامل معاك 26 كيلو ونص
لغاية 40 كيلو. خلازك 62 كده 60 كيلو. جنب المية أو حاجة. وبعدين إحنا بنلف حوالين الدروج. بالعكس بالعكس Thank you.
برضه رايح. في المرة الجاية. سهل روحه بس وسهل روحه طبعا. هو لما يسهل روحه ويطلق على طول.
تاني حد دلوقتي. ها ايوه طمن ايه طمن الوسط طمن ان هو ربنا كرمه وطلع كان هو عمال يجري من خوف مش حد خايف يعني هو مش راجل وخايف انا كلمته قلت له خايف ما تركبش عربيه ولا امال ايه مسؤوليه عليه العربيه برضه نعم على العربيه اللي معاه مسؤوليه بس هي العربيه دي خلي بالك جابت اسطوانه يعني محتاج ينزل يغير اسطوانه انت كده كتر خيرها كتر خير السواق كتر خير العربيه وبعدين هي مش احمال انها تكون وخروج من الموضوع ده عندنا شغاله والله ايوه شغاله بس اماكن معقوله